مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم ليمونادا بالفريز strawberry lemonade، مشروب كتير مشهور بأيام الربيع وبأيام الصيفية. خلينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. لهالوصفة رح احتاج لنص كيلو فريز مغسل ومقطع، كوب واحد من عصير الليمون الحامض، عندي هون كوب مي رح ضيفه على الفريز وقت اللي رح اطحنه بالفود بروسيسر، هون 3 كوب مي، وعندي هون بالطنجرة الصغيرة بكسرولة صغيرة سيمبل سيروب، يعني شي بيشبه القطر. بهالكسرولة الصغيرة حطيت كوب وربع سكر مع كوب مي، ولعت النار تحتهم وبلشت حرك حتى يدوب السكر. مجرد ما شوف انه السكر داب بطفي النار، هالشي ما رح ياخد معي اكتر من دقيقتين. انا هون مش عم بعمل قطر، يعني ما رح وصل هالمزيج للغليان، بس هدفي دوي بالسكر، وهيك بصير عندي شي اسمه سيمبل سيروب، بتركهم حتى يبردوا كليا. هاي هي طريقة تحضير السيمبل سيروب اللي رح احتاجها للليمونادة. هلا انا حضرتهم قبل بوقت وباردين بحرارة الغرفة، جاهزين لاني اشتغل عليهم. اول خطوة رح اعملها رح ضيف الفريز على المي وحطهم بقلب مطحنة الكهرباء الفود بروسيسور، رح اطحنهم مع بعض حتى يصير عندي ستروبري بيوري، يعني نطحن الستروبري كليا. رح شغل المكنة واتركهم ينطحنوا تقريبا دقيقة للدقيقتين. خلاص ستروبري مع كمية المي، مع كوب المي، صار عندي شيء بيشبه العصير. كل المواد اللي رح احتاجها حاضرة قدامي، عندي هالبريق البلاستيك الكبير، رح اخلط كل المواد اللي رح احتاجها مع بعض. نزلت هلا الفريز المطحون، رح زيد كوب عصير الحامض، عندي هون 3 كوب مي، ورح زيد السيروب اللي هو السكر مع المي. كل هالمواد صارت جاهزة، بس علي اني اخلطها. بخلطها مع بعض بملعقة الخشب لحتى اتأكد انه كل المواد صارت متماسكة ومتجانسة مع بعضها. الخطوة الثانية رح صفي الليمونادة ببريق التقديم. بهالشكل صفيت كل كمية الليمونادة ببريق التقديم. هلأ بهالمرحلة رح حط البريق بالبراد، لأنه الطعم الحقيقي لأي مشروب ما بتبين غير ما يكون المشروب بارد. ما منزيد تلج على البريق، منزيد تلج بالكباية قبل التقديم مباشرة. وما تنسوا تحركوا الليمونادة قبل ما تصبوها، يعني بس نظهر البريق من البراد لازم نحرك الليمونادة وبعدين منصبها. صبيت الليمونادة بأكواب التقديم، زينتهم بشرحات الحامض بالفريز بورق النعناع، منظر بجنن وطعم كتير طيبة. طبقوا هالوصفة مثل ما هي، وبعد ما تدوقوها بتعرفوا إذا بتتناسب مع مذاقكم أو بدها تعديل بسيط
بكمية السكر أو بكمية الحامض. من أفضل وصفات الليمونادة بالفريز. الليمونادة بالفريز ستروبري ليمونيد من أطيب المشروبات الصيفية المنعشة يلي ممكن نحضرها بالبيت لعيلتنا ولضيوفنا، وعلى الأكيد أطيب وأفضل من كل المشروبات اللي ممكن نشتريها جاهزة وحاضرة من برا، يعني من السوبر ماركت أو من أي من المحلات اللي بنشتري منها المشروبات. Please subscribe, like and share. جربوا هالوصفة، رح تحبوها، رح تعجبكم كتير. بتمنى تشتركوا بقناة سوهاز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز. Thank you very much. See you next time.